بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام مستمرين مع حضراتكم في تحديات ومنافسات عاصمة الميادين ميدان الوثبة لتعلن انطلاقة الشوط الرابع والعشرون للإبكار لفئة الانتاج والمنتجين على بركة الله. مقدمة الشوط قمرية مع الصدارة عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي مقدما لقمرية مع المركز الأول. المركز الثاني القادمة الشاهينية سالم بن سعيد بن غافان الجابري هو الحاضر. المركز الثالث أتابع القادمة والمنطلقة والمتسللة من الجهة اليمنى أتابع انطلاقة الشامخة ناصر بن راشد بن سعيد الزرعي قادم يحتل الصدارة بينما المركز الرابع القادمة والمنطلقة الوسمية حمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري يقدم لنا شعاره. المركز الخامس حاضر نود يا نود حضرت بشعار سعيد بن عبيد بن سعيد المراشد السبوسي. هكذا هي النتيجة للخمسة النجوم للخمسة العمالقة الباحثين عن الفوز وعن الناموس ولكن العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى الشامخة ناصر بن راشد بن سعيد الزرعي بن الشري يقدم لنا انطلاقة شعاره. يقدم لنا الشامخة مع المركز الأول والمركز الثاني أحضرت نود. نود وصلت يا من تتابع خلف قناة ياس أوصلت نود. سعيد بن عبيد بن سعيد بن مراشد السبوسي 1200 1200 يا اهل الحقايق. من اللي تسللت من اللي انضمت انضمت سيدة سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي. النقاط تتكرر يا الدرعي والقادمة ايضا الفايضة سعيد بن محمد بن سعيد الفلاحي مقدما للفائضة. المركز الثالث اوصلت الوسمية حمد بن سيف بن محمد العامري ولكن الدرعي ما زال مع الصدارة ما زال مع المركز الاول مع سيدة سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي يقدم لنا شعاره. يقدم لنا سيدة سيدة ما زالت هي سيدة الموقف حتى هذه اللحظات رغم هذا الضغط من الشعارات ومن الأسماء. أوصلت خيرة أم الوسمية الوسمية حمد بن سيف العامري ولكن الدرعي مع سيدة مع سيدة سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي. روح يا الدرعي روح روح يا الدرعي مع سيدة سيدة سيدة. أنا أشهد أنها سيدة للحقائق سيدة لبن ثعلوب سيدة للإنجازات سيدة. والنقطة الثالثة مع سيدة الله يا بن ثعلوب الله يا بن ثعلوب. أما سبوقنا تطرب الشوف والجمهور ولا بلاش من التعب والمخاسير. سلام يا عبيد يا بن حمد يا العويسي. المركز الثاني أوصلت الوسمية حمد بن سيف بن محمد العامري. المركز الثالث المركز الثالث الفائضة سعيد بن محمد بن سعيد الفلاحي. والمركز الرابع
وصلت مع المركز الرابع بهجة محمد بن عبد الله بن حمود الوهيبي، والمركز الخامس وصلت مع المركز الخامس خيرة سيف بن مسفر بن راشد العميمي. إذا تهانينا والناموس لمالك سيده سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي. من استطاع أن يضيف النقطة الثالثة لشعاره 4:30 ستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس ومشكور يا من قدم سيدة. متابعينا الكرام، المركز الثاني 4:32 جزء واحد من الثانية وصلت. متابعينا الكرام، كانت الوسمية حمد بن سيف بن محمد العامري. تهانينا والناموس والمركز الثالث 4:33 بالوفاء والتمام. كانت متابعينا الكرام الفائضة سعيد بن محمد بن سعيد الفلاحي. تهانينا والناموس والمركز الرابع وصلت. متابعينا الكرام 4:35 سبعة أجزاء من الثانية. متابعينا الكرام تهانينا والناموس والمركز الخامس. مركز الخامس مركز الرابع كانت بشعار متابعينا الكرام بهجة محمد بن عبد الله بن حمود الوهيبي، والمركز الخامس 4:37 جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس. وكانت متابعينا الكرام خيرة سيف بن مسفر بن راشد العميمي، تهانينا والناموس.